بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بطلبتنا الأعزاء في المحاضرة 14 والأخيرة من محاضرات مقرر النقد الأدبي القديم، وهي بعنوان كلمة ختامية في القضايا الرئيسة في النقد العربي القديم، والتي سنقول فيها كلمة ختامية في القضايا الرئيسة في هذا النقد. نبدأها بالإشارة إلى أهمية عامل الإحساس بالتغير والتطور في إثارة قرائح النقاد لمقاربة النصوص الأدبية، ممثلين على ذلك بتجربة عدد من النقاد. ويلي ذلك حديث عن المصادر التي متح النقد العربي القديم مصطلحاته منها، وصولا إلى تعداد القضايا الرئيسة ثم الفرعية في حركة النقد، ويتبع ذلك شرح بسيط وسريع لعدد من تلك القضايا الرئيسة. ويؤمل أن تتحقق للطالب بعد مذاكرة هذه المحاضرة الأهداف التالية: أولها أن يدرك الطالب الأسباب التي تقف في العادة وراء تحريك قرائح النقاد لمقاربة النصوص الأدبية، ثم أن يتعرف إلى أهم المصادر التي متح النقد العربي القديم مصطلحاته منها، وأن يتعرف إلى القضايا الرئيسة والفرعية في حركة النقد العربي القديم، وأن يدرك الفكرة الجوهرية في كل قضية من تلك القضايا، وأن يميز بين تلك القضايا. فنقول أولا إن دور الإحساس بالتغير في تطور النقد ينبع من أنه إذا كان تأليف المبدعين ووضعهم للنصوص الأدبية هو الذي يفتح المجال أولا للنقاد للكلام على هذه النصوص، فإن هذا لا يعني أن التأليف هو العمل الوحيد المحرك لقرائح النقاد. ليس التأليف هو العمل الوحيد المحرك لقرائح النقاد، إذ إن هناك عوامل أخرى، ولعل أهمها على الإطلاق هو الإحساس بالتغير وتطور في الظروف المحيطة بالمبدع وفي الذوق العام أو في طبقة الفن الشعري أو في المقاييس الأخلاقية التي يستند إليها الشعر أو في العادات والتقاليد التي يصورها أو في المستوى الثقافي ونوع الثقافة في فترة إثرى أخرى أو في مجموعة من القيم على وجه العموم. ذلك لأن هذا الإحساس بالتغير والتطور هو الذي يلفت الذهن أو ملكة النقد إلى حدوث مفارقة أو اختلاف ما، ولا بد لهذه المفارقة من أن تكون ساطعة متباعدة الطرفين حتى تمكن النظر الذي لم يألفها قبلا من رؤيتها بوضوح. ويمكن القول إن هذا الإحساس بالتغير والتطور هو الذي أدى إلى بروز المحاولات النقدية المميزة في تاريخ النقد العربي القديم، فقد كان علو مكانة الشعر الجاهلي والشعر الإسلامي حتى أواخر العصر الأموي في نظر الإنسان العربي آنذاك هو السبب في حجب كل حقيقة تطورية عن العيون. ولهذا لم يبدأ الإحساس بالتغير والتطور إلا حين أخذت بعض الأذواق تتحول عن تلك النماذج القديمة إلى نماذج جديدة، وحين أخذت المقاييس الأخلاقية والقيم العامة والتقاليد المتبعة تنحني أمام تيارات جديدة أو تصطدم بها، وحين تعددت المنابع الثقافية وتباينت مستوياتها. أمثلة على فعالية الإحساس بالتغير في تطور النقد: أولا، على الرغم من أن الالتصاق الأسمعي الشديد بالرواية واللغة لم يسمح له بملاحظة التغيرات، إلا أنه يعد بداية النقد المنظم، لأنه أحس ببعض المفارقة التي أخذت تبدو في أفق الحياة الشعرية، غير أنه بدلا من أن ينظر إلى تلك التغيرات في ضوء تطوري نظر إليها من خلال موقف ثابت. إذن الأسمعي بدأ يلاحظ شيئا من التطور، ولكنه لم ينظر إليه إلا في موقف ثابت. لذلك كان الشعراء في نظره أحد اثنين، إما فحل أو غير فحل، ونظر إلى منبع الشعر فوجده أيضا واحدا من اثنين، إما الخير وإما الشر. ثانيا، بالرغم من أن ابن سلام الجمحي أشد صيرة من الأصبعي بالنقد المدروس، إلا أنه يشبهه في أنه حصر رؤيته ضمن إطار ذلك الثبوت الذي يمثله الشعر الجاهلي والإسلامي، فهو كالأصمعي يرى الشاعر فحلا أو غير فحل، ولكنه يزيد عليه في أن الفحولة درجات، ومن ثم كانت نظريته في الطبقات. ثالثا،
إذا كان الفكر الاعتزالي يعني في أساسه الاحتكام إلى العقل والحد من جموح العاطفة والعصبية، المعتزلة كانوا يعلون من قيمة العقل، إذا كان ذلك كذلك فقد كان له تأثير في النقد الأدبي انطلاقا من إيمان المعتزلة بأن الزمن أي القدم والحداثة لا يصلح أن يكون حكما على الشعر، مما أدى إلى أن يسلك النقد طريقا وسطا لا تفضيل فيه لقديم على حديث أو العكس، وإنما هنالك كما يقول العقل الاعتزالي محض الحسن والقبح. إذن المعتزلة أصبحوا ينظرون إلى الجمال أو إلى القبح في الشعر، وذلك هو أساس النقد الأدبي. ذلك فالمعتزلة كان لهم تأثير في حركة النقد الأدبي، وكانوا هم الخطوة الأولى ذات التأثير والفعالية في تغيير حركة النقد آنذاك كما مر بنا. لكن هذه النظرة الاعتزالية العقلية التي أثرت في مسيرة النقد العربي القديم قد أدت إلى إشكالات، فقد أصبح النقد والشعر كلاهما نشاطين عقليين، وتحولت مهمة الشعر مدة طويلة إلى تقديم المعرفة، وأخذ النقاد يقفون وقفات طويلة عند البحث عن المعاني، ومن ثم عن قضية أخذ تلك المعاني أو سرقتها. فطغت مشكلة السرقات الشعرية على سائر المشكلات النقدية، وأهدرت في سبيلها جهود كثيرة، وكاد يمحي الحد الفاصل بين الشعر والخطابة في نظر النقاد، وكان لا بد لهذا الموقف من أن يحدث ردة فعل، وجاءت هذه الردة على ثلاث صور. أولها الانحياز إلى جانب اللفظ والتعلق بالصورة الشعرية، وثانيها الهرب من الأثر الفلسفي في التمييز بين الشعر والخطابة، وثالثها الوقوف عند مشكلة العلاقة بين الشعر والصدق أو الشعر والكذب. وعندما نعمق النظر في المواقف النقدية لدى كبار النقاد في تاريخ النقد العربي، سنجد أن الإحساس بالتطور والتغير هو العامل الخفي في شحذ هممهم للنقد. يستوي في ذلك ابن سينا وابن طباطبة وقدامة بن جعفر والآمدي والجرجاني القاضي الجرجاني وابن رشيق القيرواني وعبد القاهر الجرجاني وابن شهيد الأندلسي وحازم القرطجني وابن الأثير، إذ إنك لا تجد واحدا منهم إلا وهو يحس أن الشعر في أزمة، وأنه يتقدم بآرائه لحلها. فقد أحس ابن طباطبة على سبيل المثال أن العادات والمثل العليا العربية التي كان يرتكز إليها الشعر القديم قد تغيرت، ودرست الأساطير التي كانت تغذي الشعر أيضا، ولهذا أحس ابن طباطبة أن الشاعر المحدث قد وقع في مأزق، فحاول أن يضع المعايير الشعرية في كتابه عيار الشعر لمساعدة الشاعر على الخروج من هذا المأزق، فوجد ابن طباطبة نفسه بذلك يستعمل أدوات الناقد ومعداته. وقد يقال أن قدامة ابن جعفر لم يطلع على ما كتبه ابن طباطبة، ولكن موقف قدامة في مجمله هو رد على موقف ابن طباطبة، ذلك أن ابن طباطبة اعتقد أن القاعدة الأخلاقية التي قام عليها الشعر القديم قد تغيرت، وأن تغير الشعر المحدث أصبح أمرا محتوما، فجاء قدامة ليقول لا، الفضيلة لها مقياس خلقي ثابت مهما تتغير الأزمنة والبيئات، ولهذا يظل الشعر شعرا ما دام يعبر عن ذلك المقياس الثابت الفضيلة. إذن فقد كانت الأزمة التي يحس بها قدامة على عكس ما أحس بها ابن طباطبة، لقد أحس قدامة بانكسار في تيار الشعر، فلم يستطع أن يخلق مسوغا لهذا الانكسار كما فعل ابن طباطبة، وإنما حاول أن يجير ذلك الانكسار بالعودة إلى القاعدة الفلسفية التي ترى وراء التكثر وحدة ما، ووراء التغير نواة ثابتة. وفي البيئة الأندلسية فقد أحس ابن شهيد الأندلسي بأن الأزمة في الشعر إنما تنجم عن الصراع بين الروح والجسد، فإذا تغلبت الروح جاء جيدا، والعكس في حال سيطرة الجسد. فذهب إلى القول بروحانية الشعر،
ولكنه لم يستطع أن يتحول بنقده إلى منهج منظم لأنه كان قليل البضاعة من الثقافة. العنوان الثاني هو المشكلات النقدية القديمة مزدوجة الطرفين. من الأمثلة السابقة يمكننا أن نلاحظ أن المشكلة التي أثارت نقدا كانت في أكثر الأحيان مزدوجة الطرفين، وأنها حينما نجمت عن طبيعة النقل والرواية في الشعر كانت تسمى مشكلة الأصالة والانتحال، أن هذا الشعر أصيل أو أنه منتحل، إذن هنا ثنائية. وحين صدرت عن تغير في الذوق والأدوات الشعرية أصبحت مشكلة زمنية تسمى القدم والحداثة، إما شعر قديم أو شعر محدث. وحين أصبحت الحداثة متفاوتة أو متنوعة انتقلت الأزمة إلى المفاضلة أو الموازنة بين اثنين من المحدثين، العباس بن الأحنف والعتابي مثلا، أبو تمام والبحتري كما مر بنا في المحاضرات السابقة. وأصبحت المشكلة المزدوجة هي مشكلة الطريقة الشعرية، ويلمح في أساسها تلك المفاضلة بين اللفظ والمعنى، إذا ثنائية، وأحيانا بين ما يسمى الطبع والصنعة، معنى أن هذا الشاعر قال الشعر عن طبيعة عن ارتجال، أما ذلك فقالوا عن صناعة وتبديل وتغيير وحوك في الشعر. وظل الحال كذلك حتى ظهر المتنبي، وكانت من حوله معركة شعرية عنيفة دامت طويلا، ولم تكن القضية هنا ثنائية بطبيعتها، إذ كانت في أكثر الأحيان منبعثة من عداء للشخص نفسه وهو المتنبي، وكانت غايتها إخراج المتنبي من دائرة الشعر جملة. عنوان جديد: حيوية النقد القديم والشخصية الناقد. النقد الأدبي بعد المتنبي لم يعد يستطيع إلا أن يفسر جزئيات صغيرة أو وقفة مطولة عند قضية دون أخرى، وكثيرا ما أصبحت حيوية النقد بعد ذلك تعتمد على شخصية الناقد نفسه. ولعل أبرز مثال على ذلك ابن رشيق القيرواني وابن الأثير. فابن رشيق الذي أعاد صياغة القضايا النقدية في العمدة بطريقة سهلة وميسرة وجذابة، إذن هنا الأمر يعتمد على حيوية شخصية ابن رشيق. فإذا كان الكتاب يصبح حجر الزاوية في النقد الأدبي في المشرق والمغرب على السواء، وكأن الناس رأوا فيه كل ما يحتاجون إليه من آراء وتفسيرات، ولم تعد بهم حاجة إلى الاستقلال في التفسير والحكم، لأنه يرونه كتابا شموليا، إلى أن وصلنا إلى الدور الذي أصبح فيه الناقد القادر على الابتكار غير موجود، أو أصبح شخصية ثانوية لا قيمة لها في النشاط الأدبي والنقدي آنذاك. وننتقل الآن إلى عنوان جديد وهو منابع المصطلح النقدي القديم. فيما يتعلق بالمصطلح النقدي القديم، فقد كان ما أداه الخليل بن أحمد الفراهيدي في مصطلح العروض دليلا يهتدي به أولئك النقاد، ذلك لأن الخليل ربط بين بيت الشعر وبيت الشعر، بين قوسين البيت والوتد والسبب والإيطاء، هذه كلها مصطلحات تتعلق ببيت الشعر، أي كانت خلاصة موقف الخليل أن الشعر ولد في البداوة، ولهذا فإنه صورة للكيان البدوي ومصطلحه يمكن أن يؤخذ من ذلك الكيان. ولهذا التفت أولئك النقاد إلى حياة البداوة في اختيار المصطلح، فكان مصطلح الفحولة الذي اختاره الأصمعي مستمدا من طبيعة الجمل حيوان الصحراء، كما استعار أبو العباس تعلب صاحب كتاب قواعد الشعر مصطلحه من الخيل حين جعل الأبيات غراء ومحجلة ومرجلة، غير أن المنبع البدوي لا يستطيع أن يمد الناقد بكل ما يحتاجه من مصطلحات، لذلك فقد استعار مصطلحاته من ميادين أخرى بحسب القضايا والمؤثرات الثقافية فيه، فقد استمد مصطلحه من الأثر الاعتزالي كمصطلحات قدامة بن جعفر، صحة التقسيم وصحة المقابلات وصحة التفسير العقلي، وهي تتعلق بفكر المعتزلة الذين كانوا يعلون من قيمة العقل، كما استمده من الصياغة أو الحياكة، وذلك حين التفت النقاد والبلاغيون إلى السياق الشكلي في التأليف كمصطلحات التفويف والتطريز والتوشيع، فضلا عن أنه استمده من كتاب الشعر الأرسطي، وذلك حين
أدخلت الصلة بين النقد وكتاب الشعر كمصطلحات الأقاويل الشعرية والمحاكاة والتخيل. القضايا الرئيسة والفرعية في النقد العربي القديم، يمكن القول إن القضايا النقدية الرئيسة التي دار حولها النقد العربي القديم هي: أولا قضية اللفظ والمعنى، ثم قضية المطبوع والمصنوع أو الطبع والصنعة، ثالثا قضية الوحدة والكثرة في القصيدة، رابعا قضية الصدق والكذب في الشعر، ثم قضية المفاضل أو الموازنة بين الشعرين أو شاعرين، ثم قضية السرقات الشعرية، ثم قضية عمود الشعري، ثم قضية العلاقة بين الشعر والأخلاق أو الشعر والدين. إذن هي ثمان قضايا. وفي أثناء الحديث عن هذه القضايا كان لابد للنقاد من أن يتناولوا قضايا أخرى تناولها كل منهم بحسب وجهة نظره الخاصة، بمعنى أن تلك قضايا نقدية رئيسة وهذه قضايا فرعية. فقد تحدثوا عن تعريف الشعر والبديهة والرواية في نظم الشعر، وعن بواعث نظم الشعر، وعن أغراض الشعر، وعن مظهري الغرابة والغموض، كما تحدثوا عن الفرق بين الشعر العربي واليوناني، والفرق بين الشعر العربي والشعر الفارسي، ووقفوا مطولا عند الفرق بين الأقاويل الشعرية والخطابية، يعني القول بين الفرق بين الشعر والنثر، وهي المسألة التي عرفت بالفرق بين النظم والنثر، وتحدثوا عن أهمية التجربة المستمدة من الحياة في بناء الشعر وعلاقة ذلك بالتجربة الثقافية. كما كانت هناك محاولات لإعادة النظر في الأوزان الشعرية، وتحدثوا عن العلاقة بين الوزن والموضوع الشعري، بمعنى أن هذا الوزن قد يناسب لهذا الموضوع أو لا يناسب. كما تحدثوا عن الأسلوب، وذلك أنهم ميزوا في الشعر بين هذا الأسلوب وذاك، ومنهم من سمى الأسلوب سماه المنزع بين قوسين، أي التوجه. وبما أن القضايا الرئيسة مشار إليها تون قد تمت الإشارة إليها في المحاضرات السابقة، لذلك فسنختار بعضا منها لإضافة الحديث فيها بقدر المعلوم. مثلا قضية الوحدة في القصيدة. كان الشاعر العربي القديم يجعل من القصيدة الطويلة معرضا للتفنن، وذلك بأن يحشد فيها موضوعات وأغراضا ومعانية وصورا شتى، فهو قد يفتتحها بالغزل أو بالوقوف عن الأطلال، ويتحدث عن مناحي فتوته من حب للصيد وركوب الخيل ومزاولة اللذات، ثم يمدح أو يهجو أو يعاتب. فكانت القصيدة تسمح له بتعدد الموضوعات في داخلها. وعلى مر الزمان بدأ النقاد يتطلبون من الشاعر أن يكون موضوع القصيدة واحدا، وممن تحدث في هذا الموضوع من النقاد ابن قتيبة وابن طباطبة، الذي نظر إلى القصيدة على أنها كيان نثري ينسج شعرا في تدرج صناعي خالص كما ينسج الثوب، مع المهارة في الربط بين جزئيات القصيدة من موضوع إلى موضوع، مع ما يتخلل ذلك من تغيير الألفاظ وتنقيح العبارات واستبعاد ما لا يلتئم في هذا السياق. فالوحدة هنا نتاج عمل منطقي. لذلك فقد كان تصور ابن طباطا للوحدة هو الذي أخذ به النقاد من بعده، ومنهم كذلك الحاتمي وابن رشيق وحازم القرطجني. مثال آخر، قضية الصدق والكذب في الشعر. إذ تباينت مواقف النقاد كثيرا حول هذه القضية، فمنهم من ربط الشعر الحق بالصدق ونفى عنه الكذب، ومنهم من جعل الكذب سببا لرفض الشعر، ومنهم من وقف حائرا إزاء هذه القضية، ومنهم من اشتق لنفسه طريقا وسطا. وأول من أثار القضية بوضوح هو ابن طباطبا أيضا، فهم هنا يتحدثون عن أن الشعر هل يجوز أن يكون أن يوظف فيه الكذب، أم أن الشعر يجب أن لا يتجاوز حد الصدق. فقد ربط ابن طباطبا الشعر بالصدق من النواحي المختلفة: الصدق في التشبيه، والصدق في الشاعر، والصدق في القصيدة. والصدق عنده يعني السلامة من الخطأ في اللفظ والتركيب والمعنى. كذلك على الشاعر في نظر ابن طباطبا أن يكون صادقا مع نفسه، وهو يعبر عما يختلج في نفسه، ويكون صادقا في تجربته، وصادقا بالمعنى التاريخي حين يقص خبرا. وقد اقترب عبد القاهر الجرجاني في موقفه من هذه القضية من موقف ابن طباطبا، فهو
يجب ما يشهد له العقل بالصحة. أما قدامة بن جعفر فقد جعل الكذب مرادفا للغلو، ولما كان ممن يرون أن الغلو أفضل الشعر فقد أيد من يقولون بمقولة أعظم الشعر أكذبه. ولكل من الفارابي وحازم القرطاجني ومن سينا كلام في هذه القضية أيضا. انتهت المحاضرة وننتقل إلى الأنشطة. نكلف طلبتنا الأعزاء بمجموعة من الأنشطة من أبرزها أن يختار الطالب إحدى القضايا الرئيسة والفرعية في النقد العربي القديم ويكتب تقريرا عنها. الأسئلة والتمارين: السؤال الأول نقول ضع إشارة صح وخطأ أمام العبارات التالية. نقول: من العوامل المساعدة على تحريك قرائح النقاد لمقاربة النصوص الأدبية الإحساس بالتغير في درجة الحرارة اليومية. خطأ، الإحساس بالتغير والتطور هو الجواب الصحيح. ثم نقول: أحس الجاحظ بالتغير في الحركة الأدبية في عصره عندما لاحظ وجود صراع بين ذوق جيلين، جيل يفضل شعر القدماء وجيل يفضل شعر المحدثين. هذا الكلام صحيح. ثم نقول: سؤال ثاني، صل بخط بين القضية النقدية واسم العالم الذي كان له إسهام فيها وفق ما ورد في المحاضرة. قضية الوحدة في القصيدة مثلا كان لابني طباطبا إسهام فيها. انتهت المحاضرة. نتمنى لطلبتنا الأعزاء التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.